مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أرأيت كيف حبيبتي تتألق؟ أتظن أن شبيهها قد يخلق؟ أو ما رأيت حريرها مسترسلا يغري النسيم فيستجيب ويخلق؟ حور المهاب المقلتين ووجنة، ورد الخمائل بالندى يتفتق، وتخال بسمتها إذا هي أقبلت، نشوى أصابت في الهوى ما تعشق. أنا لا ألومك إن فتنت بحسنها، بعض الجمال به فتون مطلق. ما زلت أنزلها الحشا فإذا بها بين الجوانح من فؤادي ألصق. بهذه الأبيات الرائعة لشاعر الإمارات الراحل سلطان بن علي العويس نرحب بكم. الإبداع الحر هو الذي يضيف المزيد من القيم الجمالية إلى حياتنا. عندما نجدد في أسلوب الحوار أو أسلوب التعاطي مع الفنون والآداب، فإننا نوصل الماضي بالحاضر ونبني لغة جديدة قادرة على استيعاب مفردات العصر والتعبير عنه بكفاءة واقتدار. أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق جائزة عالمية تقديرية للفنون تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وذلك في إطار دعمها المستمر لمبادرات محمد بن راشد العالمية وتحقيقاً لمحور رؤيتها الهادف إلى نشر المعرفة وتحفيز الإبداع. تهدف الجائزة التي تحمل شعار يمثل الرقم واحد إلى حفز وتشجيع الفنانين من شتى أنحاء العالم على خوض منافسة عالمية ضمن أربع فئات رئيسة هي الفنون، الصناعات الإبداعية، شخصية العام المؤثرة، والمؤسسة الداعمة للفن. نوه معالي عبد الرحمن بن محمد العويس رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون في دبي بهذه الجائزة وقال إنها تحمل صبغة عالمية رائدة تجعلها فريدة من نوعها، فيما قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة دبي للثقافة والفنون إن إطلاق هذه الجائزة التي يعكس دعم الهيئة المتواصل لمبادرات محمد بن راشد العالمية تحقيقاً لمحور رؤيتها الهادف إلى نشر المعرفة وتحفيز الإبداع. حقيقة نفتخر في هيئة دبي للثقافة والفنون بإطلاق جائزة تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظ الله ورعاه، وحقيقة هذه جائزة تقديرية عالمية تنطلق من أرض المواهب من أرض دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم. في السابق سموه وجه بإطلاق جائزة الشيخ محمد بن راشد لدعم الفنون، والآن بعد انضمامها تحت مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد العالمية أتى توجيه من مجلس إدارة الهيئة في توسعة نطاق هذه الجائزة، واليوم أطلقناها رسمياً بمباركة سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. هذه الجائزة التقديرية السنوية إن شاء الله ستعنى بدعم أربع فئات رئيسية: شخصية العام المؤثرة، المؤسسة المؤثرة في مجال الفن، وكذلك هناك مجال فئة خاصة بالفنون، وكذلك هناك فئة خاصة بالصناعات الإبداعية. فنظرة سريعة على الفئات نرى شمولية هذه الجائزة، نطاقها العالمي سيثري إن شاء الله القاصي والداني في إثراء الحراك الثقافي والمشهد الثقافي على وجه الكرة الأرضية. الفن هو الرسالة التي تصل مباشرة من المبدع إلى المتلقي بدون تفسير وبدون جسور، وأعتقد يعني عندما يكون هناك تشجيع وتحفيز للفنانين وللمبدعين
لنكون بذلك قد أثرينا الساحة الفنية. وأن تأتي جائزة عالمية تحمل اسم سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمكافأة ودعم الفنانين، فإنما هذا يمثل إضافة ورصيد جديد لما تقدمه دولة الإمارات دعما للثقافة والفنون والفكر. أعتقد طبعا في البداية نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على هذه البادرة اللي تدعم الفنان الإماراتي والفنان العالمي وكل الفنانين طبعا في كل بقاع العالم. بادرة فرحنا بها كثير، وإحنا دائما نتوقع من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد هذه المبادرات اللي تدعم الإبداع، وطبعا دعم الإبداع والفنون في حد ذاته هو تحفيز للفنان وللفنانين، وأعتقد هو احترام لمهنة الفن أو للفنان. طبعا ليس غريبا على دبي أن ترعى الفن والثقافة، وليس غريبا أن يطلق عليها اسم الشيخ محمد بن راشد، ومن مؤسسة يرعاها الشيخ محمد اللي هي مؤسسة أو هيئة الثقافة في دبي. هذا بلا شك دافع كبير للفنانين على المزيد من العطاء، سواء كانت مؤسسات سواء كانوا أفراد، المزيد من العطاء المزيد من الإبداع. قد يعني ينقل هذا الموضوع الفن إلى آفاق عالمية، كلما كان الدعم أكبر كلما كانت الإبداع أكبر كلما كانت المسؤولية أكبر، كلما وصلنا إلى آفاق أعظم وأرحب بإذن الله تعالى. أول شيء أبغيت أشكر على أن هالمبادرة الطيبة، معناته أن هناك في اهتمام جميل من دولتنا تشجع الفنانين أنه يكون في روح من التنافس، نوع الجميل أنه يخلق نوع من الابتكار، يكون التنافس مش تنافس سلبي، بالعكس هو تنافس إيجابي بين الفنانين، وهذا شيء طيب. وإحنا نبغي نعرف نقول للآخر أن إحنا بهذه المبادرة أن إحنا وصلنا لمرحلة، وفنانين هني التشكيليين وصلنا لمرحلة أن إحنا ننافس الفنانين العالميين. برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، انطلقت الدورة 11 من مهرجان طيران الإماراتي للآداب، والذي يحتضن كافة شرائح الجمهور من مختلف الأعمار والثقافات والكتاب القادمين من جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعليم ونشر قيم الحوار البناءة وتشجيع حب القراءة. دبي، هذه المدينة التي تفاجئ العالم كل يوم بحدث كبير وإنجاز أكبر، ها هي تكمل تألقها بمبادرات ثقافية عالمية، وبرعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلقت الدورة 11 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، المهرجان الذي صار يجذب أبرز الكتاب والمبدعين من كل العالم في حوار يهدف إلى بناء جسور المحبة والصداقة والسلام. كل سنة عن سنة نحاول إن نجيب جديد ونعرف على أسماء كتاب جديدة ونجيب الأفضل للجمهور، فالحمد لله إن شاء الله يكون من تحت حسن ظنكم. 2019 إحنا ركزنا
على موضوع عالم المستقبل، يعني نحب نطرح مواضيع ونشوف على أي مدى تغييرات اليوم بتأثر على عالم الغد، سواء كانت في الغذاء مثلاً، ولا سواء على وظائف الإنسانية اللي ممكن إنها تتبدل بروبوتات. فعندنا وايد مواضيع تطلع على الجلسات تطلع على الموضوع هاي، وغير عن كذي أول مرة في المهرجان نطرح موضوع الأدب، أدب الأعمال. عندنا يوم خاص للأعمال لأن في وايد كتب، يعني إحنا مهرجاننا مش مهرجان، يعني إحنا نبي نستقطب مش فقط القراء، حتى اللي ما يقرون. يعني في واحد إذا مش قاري لك كتاب منذ 10 سنين، المهرجان هذا يطرح وايد مواضيع لابد إنه يكون في شيء يلفت اهتمام أي شخص بالمجتمع. وطبعاً معظم الجلسات فيها ترجمة فورية، فعندنا جلسات عربية وإنجليزية، والكتاب من يعني كافة دول العالم. أكثر من 200 فعالية وورش عمل في الكتابة والتأليف بمشاركة أكثر من 180 كاتباً من مختلف دول العالم في هذا الحدث الذي تشارك في تنظيمه عدة جهات ومؤسسات حكومية ومنصات وأجنحة متميزة. والله يا أخوي مهرجان طيران الإمارات للآداب بين كل فترة وفترة وبين كل دورة ودورة تبهرنا بالفعاليات الثقافية ومناقشتها للقضايا المختلفة. طبعاً أنا كنت قبل شوي طالع من جلسة إن هل وسائل التواصل الاجتماعي تأثر على الرواية، وكذلك هناك في جلسات مختلفة، والحين في جلسة راح أحضرها إن شاء الله تتكلم عن أمور مختلفة وقضايا مختلفة. وأيضاً السبب اللي خلاني يسير المهرجان هو مناقشة روايات جائزة البوكر. حضرت مرة جلسة عن رواية موت صغير ويا بنفس الكاتب، وكنت يعني مع نادي القراءة بالكلية، وطبعاً أنا توني تخرجت من الكلية فيد كزار عادي. والحمد لله يعني المهرجان له إقبال رائع نفس كل فترة ونفس كل سنة، وإن شاء الله. أصبح مهرجان طيران الإمارات للآداب نهراً ينهل منه الآلاف من القراء ومحبي الثقافة من مختلف دول العالم، لأنه الحدث الثقافي الأبرز وفرصة للتعرف على أحدث الإصدارات وملتقى الأحبة الذين يعشقون الكتاب ورواد الكلمة عبر منصات توقيع الكتب التي شهدت إقبالاً كبيراً جداً من القراء ومن الجمهور. فاصل قصير ونعاود. الإمارات اللامحدودة هي منصة تهتم بدعم الفنون في مجتمع الإمارات من خلال تنظيم برامج عمل لعدد من الفنانين لتطوير تجاربهم الفنية برئاسة سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أحد أبرز داعمي الفنون الشباب في الإمارات. آخر جهود هذه المنصة كان المعرض الجماعي تشويش الذي أقيم في مركز مرايا للفنون في الشارقة. بدعم وحضور الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان مؤسس ورئيس منصة الإمارات اللامحدودة، ومعالي الدكتورة نور الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع، ووسط حضور رائع من محبي الفنون، تم افتتاح المعرض الفني الذي حمل اسم تشويش في مركز مرايا للفنون في الشارقة،
المعرض الذي شارك فيه 6 فنانين إماراتيين ومقيمين على أرضها يمثلون اتجاهات مختلفة من مدارس الفن الحديث. نحن سعداء هنا بتواجدنا في معرض تشويش اللي هو بدعم من منصة UAE Unlimited. هذا المعرض الخامس ودعم وزارة الثقافة يأتي بسبب أيضا الرؤى المشتركة بين وزارة الثقافة ومنصة UAE Limited في دعم الفنانين الجدد. هذا الدعم يساعد على تمكين وتنويع القطاع الثقافي والإبداعي هنا في دولة الإمارات. هذا المعرض يلقي الضوء على أنماط للحياة أو أشكال أو مواد لا نراها بسبب نمط حياتنا السليم. بدأ التحضير للمعرض بدعم من منصة الإمارات اللامحدودة قبل عام تقريباً، وتضمن إقامة ورش وجلسات نقاش حول مفهوم التشويش الذي يغلب على حياة الإنسان في المدينة. وخلالها كان الفنانون الشباب يستمعون إلى أفكار ومقترحات الفنانة نجوم الغانم وإلى قيمة المعرض لورا ميزلر أثناء عملية الإنتاج، حتى جاءت النتيجة أعمالاً فنية متميزة. هذا العمل اسمه من حولنا، وهو يعكس الثيم الأساسي لهذا المعرض كله. الثيم الأساسي هو تشويش، وبالإنجليزي white noise. فكل شيء نحن حولنا يؤدي إلى التشويش ويؤدي إلى الضوضاء. الناس حركتهم، حركة القطارات. أنا بالنسبة لي من 2016 بديت أراقب هذه الحركة، حركة الناس، وحاولت أني أوثقها بشكل يعني في فيلم، وبديت أرسمهم. فكان هذا العمل أصلاً المفروض يصير لأنه يكون فيلم وفي تحريك، وبديت أرسم الفيجرز هذه أو الشخوص بدون ما يكون عندها ملامح، لأن أعتقد أن الآخرين يدخلون في عالمنا، في محيطنا، يطلعون منا ونحن ندخل في محيطهم نطلع منا، بس يظلون في الوعي واللاوعي مالنا وينعكسون بشكل يعني يا أما من خلال الكتابة أو من خلال الفن، أو أحيانا إذا واحد عنده وسيلة تعبير أخرى أكيد بيوجد طريقة للتعبير عنها. استطاع الفنانون تقديم أعمال تحمل مفاهيم جديدة حول طبيعة الفن وأسئلة الإنسان المعاصر ابن المدينة الصاخبة الذي يألف أدوات البناء وزحمة الشوارع والشاشات. الفكرة عن هالشغل أنا أبوي الله يرحمه كان معودنا أن نغوص في البحر، فكل هالأشياء يعني تقريبا انا اقول شبت من البحر يعني. فكل مره انا من ضمن شغلي احط فساتين في البحر واخليهن لمده سنه او سنتين واشياء يعني تستوي عليهن. فشو سويت انا، انا رحت وبهالصور اللي انا مصورتنها من تحت الماء واعطيتهن يعني امبرويدرز في الهند وهني وفي فرنسا يعني، وعشان يشوفون هالصوره و they recreate the formation of the algae. أنا مشاركة من هالعمل. في شغلي دائما أثير أماكن مهجورة وألقط أشياء من هالأماكن. مثلا دخلت هالمكان وحصلت جواز، ويوم بطلت هالجواز كان التاريخ اللي في الجواز نفس تاريخ عيد ميلادي، فحسيت إن هذا الشيء وايد غريب. فكملت أثير لهالمكان وحسيت إن في حد جالس يطالعني في المكان،
فعقب اكتشفت ان هذا الانسان اسمه رافي. فهالباب المصدي، فكرة الباب المصدي ان يوم انا دخلت هالمكان وعقب يوم بديت اشتغل في هذا الشغل الفني رديت لهالمكان واكتشفت ان المكان انهدم، فزعلت وحسيت اني وايد كونكتد لهالمكان. يعد مركز مرايا للفنون في الشارقة مساحة بارزة لتقديم المعارض الفنية لأبرز الفنانين في الإمارات وفي المنطقة. تم افتتاح معرض تشويش في مركز مرايا للفنون بالتعاون مع منصة ألف عين ميم اللامحدودة اللي ترأسها سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان. المعرض بدعم من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. الأعمال المشاركة في المعرض من أعمال فنانين إماراتيين من ضمنهم روضة الكتبي، عاشر بن حاضر، هاشم اللمكي، بعد عندنا فنانين مقيمين في الإمارات تور سيدل وزارة محمود ومنى عياش. ضيفة المعرض الفنان نجوم الغانم اللي بتكون في فينيس بيانالي 2019. المعرض يدعم الفنانين الناشئين في الإمارات والمقيمين في الإمارات من خلال الأعمال اللي تتمحور حول ضجيج المواد. بالقصيدة المبدعة وبالفكر الحر تكبر الثقافة في وجدان الأمم، وبالكتابة والقراءة تبني الشعوب.